اهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا رايحين على اكتيفيتي جديده، انا وجوري رايحين نقطف تفاح. اوكي، معنا ادم. هيو ادم، شو جاب تفاحه؟ شايفين رايحين نقطف تفاح، هذا المكان رائع جميل، خليكم معنا وشوفوا شو بده يصير. هذا جميل جدا 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 ورائع، في كتير ابل بيكينجز موجوده في اوتو في فصل الخريف. هاي ادم شكله جاب تفاحه معاه، خلينا نخمشها. اشوف ادم اخمش فيه، اخمش هون. بتعرف شو معنى اخمش؟ اخمش 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 هيك يعني. واو، مش طبيعي. زاكي تحكي زاكي كثير؟ طبعا في شجر تفاح كثير في هالمزرعه، وهون في اكل وانيمال فارم صغيره. يا بتقدر تدخلوا، يا يو كان جو، وبيلعبوا مع الغنمات. وفي شويه دجاج. واو، شو هذا؟ هذا ارنب ولا يا ويلي؟ ما شاء الله ما شاء الله. في جوا نزير، وفي شيء جاد غريب حمام. اوه، what's that؟ some nice bunny. This guy is adorable. هذا stand together. هذا شيء حلوة. بشتري فريش ابل سايدر، يعني عصير تفاح بالخل. اي ادم شرى تنتين، الواحدة 2 لتر $5. هاي انتاريو ابل اللي موجودة عندهم. anyway هذه الاسعار تبع البيكينج. في مقطع جاهز سببكم. Both the same price, you can mix and match in the same bag. Okay, the max, they're still in the trees. There's ladders, the lobos. We've got a lot of people in. It's our third variety. We got picked out last weekend on Paula Reds, Red Trees, and most of the lobos. And yesterday, the rest of them went. Although there is a bin of fresh lobos, I own another small orchard. The tractor هو اللي بخدهم، هو اللي كان يحكي عنه الواجن. Okay. هو اللي بخدهم. واي ادم. هذول بيبيعوا شغلات. زاكي شكلهم اخلع. هذا شو اسمه؟ زلابي يا رجل، بس من التفاح. هلا بدنا ناكلها. اخلع. دور دور. هلا بناخذ. نرجع. الاولاد شايفينهم مبسوطين انهم ادم. سي هاي هاي ادم. طبعا في زي ما حكى نوعين من التفاح، راح ندوهم. anyway حنشوف شو الطعم وحنختار. شرينا الباجز هاي. هذا ضيع. شايفين احنا هلا ماشيين طبعا لاسباب فنيه، انا واقف عشان اصور لكم الفيديو هذا عشان اعطيكم ذا بيست فيو. منظر جميل جدا. احنا بس ربع ساعه بعاد عن مدينه اوتوا، فيعني طبعا في كثير، يعني انا ما بدي احكي انه هذا المكان هو الوحيد، لا في اماكن كثيره ممكن تروحوها اولاد، يعني بنبسطوا خاصه فصل الخريف، الجو حلو وبتقدر تسوي شغلات كثير.
صار يخوف الوضع لانه دخلنا جوا الارض جايبين هكين. هذا قبل الماكنتوش ما مخلصين لا هاي في ضايل وفي سلالم كمان وهذا اللوبو حكينا في نوعين فنقدر نختار في سلالم نطلع هلا بنورجيك الاولاد هم بيستمتعوا يا ادم وعمر هلا قاعدين بتسلق كلهم صاروا بدهم كلايمينج وفيش تفاحه غير واحده يعني كل هالكلايمينج على تفاحه يلا يلا يا ادم هو جابها جابها ادم هات شوف هات هاي شايفها ابل بافيه ايوه ابل بافيه احنا ما غسلنا خذ هذا نغسلها اغسلها جيب لنا التنتين يلا عمر واحده واحده الصغيره ما تجيبها يا عمر اه الكبيره لا الكبيره بدناش الصغيره يلا ادم طلع على الشجره تسلق شجره طبعا هذا الشغله في اولاد اللي في كندا بالاواش كثير يلا جوري يلا ورجيني اوكي مش مشكله تتاكل جوري في لقاء احكي لنا شو رايك بالابل بافيه كثير حلوه زاكيه خصوصا اللوبو بعجبك اللوبو اكثر من ماكنتوش بدك تيجي هون كمان مره مش اخر مره طيب شو بدك تسوي بالتفاح اللي لقطيه بابا بده يسوي خل حكى لا وانت ناكله طيب كنا يمكن قدهم شوفونا مرة ثانية جود احكي هاي باي باي إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك